عشان نتعرف على تفاصيل اكتر معانا دلوقتي على الهاتف الفنانه هناء جلال. يعني استاذه هناء، صباح الخير عليكي واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. اهلا بيكي. يعني خلينا في البدايه نعرف منك فكره تخصيص لوحاتك الفنيه على احياء التراث السكندري تحديدا، الدوافع اللي كانت ورا ان انت تخصصي لوحاتك لهذا الهدف كانت ايه؟ قدرتي تستخدمي ايه الماتيريالز او الحاجات اللي قدرتي تستخدميها في اللوح دي؟ لوحات زيتيه بتعبر عن التراث الشعبي المصري، وانا هدفي ان انا اوصل رساله للجيل الجديد عن الهويه المصريه وعن التراث الشعبي المصري اللي كان موجود زمان، وفعل التقدم العلمي دلوقتي اصبح مش موجود. طيب اهتمام الناس ايه يا استاذه هناء بالموضوع ده؟ شايفاه ازاي يعني؟ يعني انت اول ما عملتي هذه اللوحات عشان ترصدي حياه اسكندريه كانت عامله ازاي في الخمسينات والستينات، شايفه ردود افعال الناس ايه؟ والله هي الفكرة لقت استحسان كبير قوي من وخصوصا من الأطفال. يعني أنا شايفة أن الأطفال فوق 10 سنوات مهتمين قوي بالفكرة، لأن في أشياء كتيرة أنا عبرت عنها في لوحاتي مش موجودة في المجتمع دلوقتي، زي الملاية اللف، زي المنديلة بالقوية. والأطفال مهتمين بده ولا كنت عاملة لهم لوحات مخصصة ليهم؟ لا مهتمين جدا بده. طيب يعني عايزة أعرف برضو منك، هل شاركتي في معارض ولا لأ؟ شاركت في 28 معرض جماعي، وده تالت معرض فردي ليا. وردود الأفعال إيه بالنسبة لو هنتكلم على المعارض الخارجية؟ وطبعا أكيد ردود الأفعال في إعجاب كبير قوي باللوحات اللي بتعبر عن التراث الشعبي المصري. هايل. طيب مجال دراستك ايه يا استاذه هناء؟ يعني بحسب ما عرفنا ان هو مختلف شويه عن الفن والابداع والرسم. انا ليسانس اداب تاريخ، بس انا اصلا عندي موهبه من طفولتي فاثقلتها بالدراسه في كليه الفنون الجميله، الدراسات الحره جامعه اسكندريه. استاذه هناء، يعني بالنسبه لطموحك ايه؟ حابه توصلي لفين؟ وانا بحاول اوصل للجيل الجديد، يعني هكمل ان شاء الله في التراث الشعبي، هعبر عن كل حاجه بتعبر عن الهويه المصريه القديمه. لاعتقادي ان الفنان لازم يوصل رساله ويربط ما بين الحاضر والماضي. يعني احنا عرفنا منين يوميات المصر القديم غير من عن طريق الفنان وعن طريق الرسام اللي رسمها على جدران المعابد. ده مجال عملك يا استاذه هناء ولا في مهنه تانية بتمتهنيها بجانب الرسم؟ لا ده مجال عملي. انا ابتعدت عن التاريخ تماما، بس يعني انا عندي ثقه، يعني عندي ثقه ان في اتصال ما بين التاريخ والفن. اكيد. طيب ماشي، ما هو يعني احنا ما بعدناش قوي برضو، التاريخ توثيق واللي حضرتك بتقومي بيه برضو هو كمان توثيق. طيب ايه الدور اللي بتقومي بيه للاطفال للاجيال اللي جايه؟ هل في ورش عمل مثلا عشان تعلميهم الرسم وتنمي فيهم هذه الموهبه وهذه الفكره تحديدا؟ يعني مش مجرد الرسم فقط، لا ان هم يتجهوا بالفعل الى رسم هذه اللوحات. هو بالفعل انا عملت كذا ورشه للطفل وبعمل لهم معارض، في سلسله معارض عملتها للطفل تحت 14 سنه اسمها معارض بصمات الاطفال. احنا دلوقتي ان شاء الله عندنا معرض بصمات الاطفال العاشر، هيبقى يوم 20 اكتوبر باذن الله. برضو ده لتوثيق التراث ولا لتعليمهم فن الرسم بشكل هو عام؟ في مرحله احنا عملناها، يعني كذا معرض عملناه في حب مصر، كان بيعبر عن الاماكن الاثريه في مصر. انما بوجه عام هو المعرض مفتوح يعبر الطفل عن اللي هو حابب عنه. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر استاذه هناء جلال الفنانه التشكيليه، شكرا ليك يا فندم.